واش جيت للمغرب باش ندوز الفاكونس. ويا تعجبني واحد تيتيزا تبارك الله اللهم بارك، واحد الفتاه ايوا، وانا جبت واحد 50 درهم وانا نكتب فيها الرقم التليفون ديالي وانا نتبعها. قلت لها سمحي لي يا اختي راه طاحت منك هاد 50 درهم. ايوا شدتها وابتسمت ومشات. ايوا ما وقفت غير حدا واحد مول البابوش. ايوا كلات تحت كلات وعرقاتها وخلصاتو بهذيك 50 درهم بلا ما تشوف الرقم ديالي. ايوا رد لها الصف ومشات. ايوا راه ماشي هذه هي المشكله، والمشكله الكبيره والمصيبه الحلا وهو هذاك مول البابوش واللي له مطال هو كيصيفط ليا في الميساجات واش عجبك الحلزون هزي يا شدان ولاش مشيت. هادي واحد المرا سمعت راجلها بغا يتزوج ومشات شافت المرا اللي غا يتزوج بها، لقاتو غا يدير العرس نهار الجمعه. نهار الخميس لقاتو شاري كوستيم وقال ليها شوف لي شي قميجه بيضه اللي غتجي مع هاد الكوستيم، رانا معروض لواحد العرس صاحبي. هي هاديك في الصباح من اللي فاق فاقنا دوش ويقول ليها رانا غادي نمشي الخدمه ومن بعد نصلي الجمعه وغادي ندوز العرس ديال صاحبي. قالت لي راه اليوم الاثنين ما تيقهاش. مشى كيقلب في تليفونو لقاه الاثنين، شدا كيشوفه هو مخلوع. قالت لي هاد المره نعست 3 ايام، المره الجايه الا عاودتي حق مولانا تتنعس مدى الحياه. هذا واحد الشيباني غادي يصلي في الجامع، ايوا في طريقو تلاقى مع واحد المراه كان معارف معاها شحال هادي، كانت عنده معاها علاقه ميكا مازال صغير. ايوا بغى يهضر معاها وخاف الناس يعيقوا به، هو يهضر معاها بالمعنى. قال لي هي هاد الجامع شحال صليت فيه؟ ايوا هي فهمته طايره وهي تجاوبه. قالت له الجامع مازال محلول اتارك الصلاه. خينا جا الجوع ويمشي لواحد الريستو باش ياكل، وهي تبان لي واحد السيده كتحنزز فيه وطولت فيه الشوفه، وهي تجي لعندو قالت لي انت راك فكرتيني في ولدي الله يرحمو كتشبه لي بزاف. قال لي هو الله يرحمو، وهي تقول لي واش ممكن دير لي واحد الطلب الا كان ممكن. قال لي هي الا كان في استطاعه. قالت لي غملي نكون خارجه قول لي بالسلامه الوالده. هي هادي قالت لابتي على الموجود من اللي خرجت ويقول ليها توا على نيتو بالسلامه. هو يعيط على الكارسون قال لي شحال عندي؟ قال لي عندك 1000 درهم، ويقول لي ديالاش هاد 1000 درهم؟ قال لي عشاك وعشا امك.